السلام عليكم طلاب الصف الرابع، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ سنأخذ في حصة اللغة العربية لهذا اليوم النشيد صفحة 71 من درسنا الأرض المباركة أسجد الأقصى المبارك، ونشيدنا هو عن فلسطين. هيا نفتح على النشيد ونقرأه ونستمع إلى قراءته. عفوا، طبعا النشيد فلسطين للشاعر إيليا أبو ماضي. فيك تكتب عن الشاعر، تبحث عنه. طبعا النشيد عندكم واجب نسخها، بدك تحفظها، بدنا نسمعها، استمع إليها، بدي أقرأها واستمعوا إلى قراءتها جيدا. فلسطين ديار السلام وأرض الهنا، يشق على الكل أن تحزنا، بنفسي أردنها السلسبيل، ومن جاوروا ذلك الأردن. لقد دافعوا أمس دون الحمى، فكانت حروبهم حربنا، فقل لليهود وأشياعهم، لقد خدعتكم بروق المنى، وإن تهجروها فذلك أولى، فإن فلسطين ملك لنا، وكانت لأجدادنا قبلنا، وتبقى لأحفادنا بعدنا، وليس الذي نبتغيه محالا، وليس الذي رمتم ممكنا، وليس الذي رمتم ممكنا. طبعا بهيك انتهت نشيدنا لهذا اليوم. طبعا هي بتتحدث عن فلسطين، أرض الطهارة، أرض القدس. طبعا الشاعر إيليا أبو ماضي تحدث عن فلسطين ديار السلام وأرض الهنا، أيضا تحدث عن ماذا؟ عن الأردن، بنفسي أردنها السلسبيل، ومن جاور ذلك الأردن. طبعا أنا راح أعرض لكم، تحفظوها غيبا، طبعا راح أعرض لكم شرح هذه القصيدة بالبيت الأول عن ماذا تحدث، والثاني والثالث، لنهاية الأبيات للسابع. طبعا بدك تقرؤوهم حتى انت تعرف مفهوم الابيات الشعريه عن ماذا تحدث. طبعا نعرف انه خطب مين؟ فلسطين. تحدث عن عشقه للاردن ومن جاوروا الاردن. طبعا بالبيت الثالث، لانهم دافعوا عن فلسطين، فالشاعر يشعر كما يشعرون كانه يقاتل في تلك الحرب، فهو بيحكي بشكل عام عن فلسطين واهل الديار ومن جاوروهم. فقط للقراءة وفهمها، فقط تقرأوها عشان تفهموا أبيات الشعرية أنتوا، عشانكم، مش عشان تحفظوها الشرح، فقط بس تقرأوها. هاي الصفحة بعتلكم عشان تقرأوها فقط إلكم. طبعا عندكم واجب تستخرجوا لي من النشيد، عندكم هذه القواعد، تستخرجوا لي من النشيد، ما تنسوا تحفظوها عن غيب، تنسخوها على الدفتر وتحلوا هذا الواجب، بس مطالب منكم تحفظوا الأبيات عن غيب. ممكن أجيب لك نشيد فلسطين للشاعر مين؟ بدك تعرف إنه اسم الشاعر إيليا أبو ماضي. القواعد هاي تتدرب عليها كمراجعة للقواعد بشكل عام. وبهيك إحنا خلصت حصتنا لهذا اليوم يا حلوين، يعطيكم العافية وإلى اللقاء.